بيبقى يوم صعب على مصر كلها مش على النادي الاهلي بس، يعني يوم ذكرى سيئه 1 فبراير، ولكن هنفضل احنا نفتكره دايما، وهنفضل دايما بنعتبرهم هم اكبر رمز في تاريخ النادي الاهلي لانهم ضحوا بحياتهم من اجل النادي، يعني فمفيش اغلى من كده واكبر من كده، ويعني ربنا يعني قدرنا احنا نحاول نعمل اي حاجه لو بسيطه ليهم، ويصبر اهاليهم يا رب على اللي حصل ده ويعوضوا بخير في حياتهم يا رب.